ها هي البداية إذن. منذ المرة الأولى اللي شفت فيها فلوريان فيرس أدركت أننا أمام موهبة غير عادية في الملاعب الألمانية، لاعب يجذب الأنظار، إمكانيات كبيرة، ذكاء غير عادي في الملعب، قدرات مميزة في صناعة اللعب وحتى التسجيل، وهو يملك أرقام مميزة حتى الآن في بداية مسيرته. من المهم أن نتابع جيدا ونرى إلى أين سيذهب بهذه الموهبة وكيف سيتطور ويصبح أكثر قوة في المستقبل. في الوقت المناسب يتدخل جوناثان تا، هينكابيه، شاكا، جوناثان تا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، هينكابيه، فيرتز يفضل العودة بالكرة، محمد صلاح، نونيز بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، فان دايك تلعب للأمام، تابسوبا يبعد الكرة، هجمة مرتدة الآن، أندريتش يلعبها على اليمين، تجاوز رائع بالكرة، عرضية من فريمبونغ، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة، هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. فريمبونغ، كرة إلى الأمام، فيرتز، تذهب الكرة الجهة الأخرى، أندريش، تشاكا، الضغط يولد الأخطاء دائما، تحرك بقوة هائل يلعبها ببراعة، جوناثان تا، أندريتش، هينكابيه، كرة طولية مباشرة للأمام، تشاكا، أندريش تلعب الكرة إلى الأمام، انتهت الهجمة الواعدة مبكرا، لمسة إلى الهجوم، داروين، أندريتش، داروين، كودي جاكبو، ليفربول، محمد صلاح، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة، محمد صلاح، نعم نعم حاول أن يسجل لكن واجهه حارس غير عادي تمكن من صد هذه الكرة، ردة فعل غير عادية، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، كرة من جهة اليمين، سوبوزلاي، أرنولد، يفقد توازنه، تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم، فريمبونغ، سوبوزلاي، داروين، كودي جاكبو، نونيز، داروين لم يقدر على الدوران بالكرة هنا، ربما في محاولة مقبلة يتمكن من فعلها، دفاع كانت له الأفضلية، موكيلي، فريمبونغ، لمسة على اليسار،
أندريش، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. أندريتش لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة، سددها بشكل رائع، القائم وقف أمامه، سيء الحظ في هذه اللقطة. يلعب كرة للجانب الأيمن، يحصل على المساحة، مر بكل سهولة، عرضية من فريمبونغ، والكرة تجاوزت الخط هنا. جرانيت شاكا يحاول تمريرها من بين المدافعين. باير ليفركوزن يعتمد على الجانب الأيمن في صنع الفرص. بيرتس، هدف لمصلحة الباير ليفركوزن، هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. يلعب الكرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة من مسافة، يقطع الكرة محمد صلاح، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. باير ليفركوزن يحاول التركيز على أطراف الملعب في صنع الفارق هنا. واضحة فكرة المدرب من خلال اعتماد على نقاط القوة، وكذلك محاولة استغلال مساحات أكبر. نقاط القوة تكلم على أطراف الملعب بالذات. كرة أمامية، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، استعادة سريعة للكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. محمد صلاح، ليفربول يعاني من البداية ويتأخر في النتيجة. هذا هو أسوأ سيناريو ممكن لبداية مباراة، من البداية تطارد الخصم وتحاول أن تعدل النتيجة. ضغط كبير بصراحة على الفريق، يجب أن يكون عنده شخصية كاريزما مميزة ليتمكن من قلب النتيجة. جوناثان تا، تغيير لاعب على الأجناب، تمريرة مرة أخرى للوسط. محمد صلاح يبحث عن المهاجم، محمد صلاح يتلقى الكرة، تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. داروين يلعب كرة على اليسار، يبدو أن هناك خطأ والحكم يحتسبه.
يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. جرافنبرغ. عند المساحة الخالية على الطرف. أندريش. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. أندريش. تمريرة جميلة. أندريش. الجهة اليمنى اليوم تقوم بواجبها على أكمل وجه، حتى لا نرى أكثر من كرة عرضية من هذه الجهة. أندريتش، واضح أنه راح يكون مفتاح مهم للاعب اليوم، خصوصا مع الأداء المميز اللي يقدمه في الجانب الهجومي. على الدفاع أن يضع الأولويات الآن من أجل هذه المساحة والخطورة التي تأتي من هذه الجبهة. لمسة على اليسار. أليكسيس ماكاليسا. مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. شاكا. فريمبونغ. مهارة غير عادية بالكرة. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. كودي جاكبو. الكرة ملعوبة من مسافة. فريمبونغ. موكيلي. شاكا. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. لمسة ساحرة هنا. داروين. مر داروين. موجود لإبعاد الكرة. جرافنبرغ. فيرتز. تمريرة جميلة تخترق الدفاع. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. كرة راسية. لن تسبب أي إزعاج الحارس. كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. سيميكاس. كرة طولية إلى الأمام. تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. موكيلي. يلعبها إلى الأمام. كودي جاكبو. سوبوسلاي. داروين. يلعب كرة على اليسار. شاكا. تابسوبا. فريمبونغ. يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. سيميكاس. سوبوسلاي. سيميكاس. رمية جانبية إذن. أليكسيس ماكاليستا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم.
والدفاع موجود يحولها للركنيه. ليفربول ممكن يستغل هذه الفرصة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. كرة إلى الأمام. سوبوسلاي. نونيز. جرافنبرغ. الله على هذا التألق لحارس رائع. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. عمل كبير. يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. جاك بول مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألب. كودي جاك ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. قبضة يده. عرضية داخل منطقة الجزاء. الآن فرصة لهجوم معاكس. الخطورة الآن في الجانب الآخر. فريمبونغ. موكيلي. أندريش. كرة طولية إلى الأمام. محاولة للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. كوناتي. سوبوزلاي. أليكسيس ماكاليستر يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. فريمبونغ. أندريش. كرة طولية في المساحة الخالية. أليكسيس ماكاليستر. أرنولد. كرة طويلة للأمام. فيرتز. فان دايك يتدخل في الوقت المناسب. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. سوبوسلاي. مرت الكرة. داروين. يبعد الكرة إلى بر الأمان. محمد صلاح على تنفيذ الخطأ. كوناتي يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. ينتظرها لاعب في المساحة. يا لعيب كرة جميلة هنا. عرضية من سيميكاس. يحتسب الحكم ركلة حرة. في موقع جيد لاستغلال المساحة. المسافة وأيضا مرتدة. يشتت.
من أثارتا. فريمبونغ، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. استلام جميل الكرة، إمكانية تسديد الآن، يشتت الكرة بعيدا. كرة طولية في اتجاه داروين، موقف صعب الآن، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يستعيد الكرة بسرعة سيميكاس، تحكم رائع في الكرة، كان لابد من التشتيت، والآن لديه محمد صلاح، لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا، محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. هينكابيه، أندريش، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، بدون مخاطرة يعود بالكرة، يلعب كرة طولية، موجود لإبعاد الكرة، موكيلي، تابسوبا، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. مهارة كبيرة في الاستلام، استقبال جميل من جانبي شاكا. أندريش يستقبل كرة في وضعية ممتازة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. أندريش يلعبها على طرف الملعب، عند مساحة خالية على الطرف، يشتت، ليفربول يواجه معضلة، هل يغامر من أجل التعادل قبل نهاية الشوط أم ينتظر تصحيح الأوضاع بين الشوطين؟ أليكسيس ماكاليستر يلعبها طولية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، بمبدأ الأمان يعود بالكرة. موكيلي، ليفربول بحاجة إلى معجزة تقريبا ليتمكن من قلب النتيجة قبل نهاية الشوط. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. أندريش ويعود بالكرة إلى التصويب على المرمى، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، محمد صلاح، فان دايك يلعب كرة طولية إلى الأمام، داروين حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة، كان من الأفضل أن يركز على التسديد. أندريش، لمسة على اليسار، كرة طويلة بعيدة جدا،
مارتينيز، سوبوسلاي، كودي جاكبو، سوبوسلاي، تمريرة جميلة، لعبة عرضية إلى داخل ال 18، تسديدة من أول لمسة، فريمبونغ، موكيلي، فريمبونغ، موكيلي، جوناثان تا، أندريش، يلعب كرة على اليسار، بينية رائعة، فيرتس، هذه فرصة للتسديد، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن علينا. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. أندريتش، موكيلي، فريمبونغ، أندريتش، لمسة على اليسار، فيرتس، يحتسب الحكم ركلة حرة. كودي جاكبو، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. يلعب كرة على اليسار، خسر المواجهة أمام خصمه. أندريتش، يلعب كرة بينية، تلعب للأمام، شاكا، هينكابي، كرة عدت ولم يتبس، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. مسألة ربما ليست في تغيير اللاعبين، وإنما في إعادة الثقة لأنفسهم من أجل القدرة على تغيير مسار المباراة. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. ليفربول لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد، ما زال أمام 45 دقيقة قادر فيها على التعويض على العودة. ليفربول يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. هينكابي، فيرتس، تشاكاب، سوبوسلاي، كيزا، سوبوسلاي، يلعبها لمنطقة الخطر، محمد صلاح، إبعاد الكرة مطلوب هنا، هنا كرة عرضية، محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. يبعد الكرة عن المرمى. ضغط قوي وينجح في استعادتها.
يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. لمسة بينية. فريمبونغ. أندريج. لمسة على اليسار. فيرتس. يا عيني شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. محمد صلاح. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى فيرتس. تشاكا. كرة من جهة اليمين. عرضية من فريمبونغ. الكرة العرضية لم تمثل أي خطر. كيزا. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. أرنولد. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد ويسدد. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. ليفربول خرج عن السيطرة في هذه المباراة بهذه التسديدات البعيدة واللي هو تكتيك مستغرب صراحة متبع من المدرب في هذه المباراة. يجب عليه عمل شيء، تغيير شيء بعد أن أثبت فشله في محاولة بعد أخرى. إنكابيه. تابسوبا. أندريش. كرة طولية إلى الأمام. موكيلي. والآن إلى رمية تباس. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يبعد الكرة إلى بر الأمان. فيرتس. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. سيميكاس. كرة أمامية، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. فريمبونغ. شاكا. يلعب كرة على اليسار. اختراق جميل على أعتاب المرمى. شاكا. موكيلي فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. سوبوزلاي. فان دايك يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. يفضل العودة بالكرة. تلعب الكرة إلى الأمام. فريمبونغ. أندريش. سوبوزلاي. محمد صلاح. أليكسيس ماكاليستر. بدون مخاطرة يعود بالكرة. يرسل كرة إلى الأمام. جوناثان تا. موكيلي. أندريش. يلعب كرة للجانب الأيمن. يحاول أن يلعب كرة بينية. تمريرة طولية إلى الأمام. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تابسوبا. جوناثان تا.
ليفربول يبحث عن تسجيل هدف التعديل مع تأخره بفارق هدف واحد. جرافنبرج تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، يستعيد الكرة سريعا. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، يلعب كرة أرضية، ضربة رأسية، فعلها وسجل كرة في الشباك. أجمل كرة أرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من اجل وضع الكرة في الشباك. هذه الامور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج الى ذكاء كروي. تواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. يبعدها عن مناطق الخطورة. داروين، فان دايك، أليكسيس ماكاليستر يلعبها إلى الأمام، باير ليفركوزن ينقل الكرة بشكل سريع ورائع، أليكسيس ماكاليستر تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، نونيه، داروين، استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي، بأسلوب رائع. كانت في غاية الروعة، يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذا اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. مرة أخرى يسجل، يؤكد لك على الثنائية. متفوقون بفارق هدف واحد. جوناثان تا، ليفربول يعيش اوقات رائعة وهدفين بشكل متتالي. يعود من بعيد ويقلب النتيجة 2-1. محمد صلاح يرسل كرة إلى الأمام، تدخل في توقيت حاسم. موكيلي، تابسوبا، ليفربول عنده تغييرين متاحين في هذه المباراة، وستكون هنا رمية تماس. باير ليفركوزن يبحث عن حل من دكة البدلاء. تابسوبا يمر ويلعب كرة بينية، الآن بدون رقابة عنده فرصة كبيرة. سيميكاس يحاول إبعاد الكرة. فان دايك، قلب الأسد، يبعد الكرة بشكل رائع.
فيرتس. شاكا بإمكانه إبعاد الكرة. كرة خرجت إلى رمية جانبية. كرة طويلة إلى الأمام. بينية تمر. هينكابيه. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. فيرتس ممتاز في التمرير. الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم. واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن تقدم جيد. اعتراض رائع للكرة. فيرتس. فيرتس. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. شيك. تصدي رائع من الحارس. لعبة جميلة لكنها لم تستغل. شيك يدرك جيدا انه كان عليه استغلال هذه الفرصة. الان برأيي بانه مجبر على الاعتذار لزملائه في الفريق. شيك خلصها كيرا. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. مرور جميل هنا. أندريش يسدد الكرة. تصدي غير عادي من حارس المرمى. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. جهد رائع جدا رغم إمكانيات العالية، لكن بصراحة مع وجود هذا الضغط الكبير، هذا الكم المدافعين، لا يمكن لها أن يمر. سيميكاس يلعب كرة طولية. فريمبونغ. موكيلي. فريمبونغ. الله على هذه المهارة. تسلل غير موجود. يلعبها على اليمين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. شيك. أوصلها إلى المرمى. كرة أمامية. سوبوسلاي. محمد صلاح. تاكلينج مثالي وتدخل رائع. تابسوبا. أندريش. كرة إلى الأمام. اللعب يتغير الآن. كرة للجهة المقابلة. كرة طولية إلى الأمام. يستعيد الكرة بشكل سريع. مهارة غير عادية. فريمبونغ. باتري تشيك. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. قد تكون هذه فرصتهم. كوناتي يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. اليوم الأداء الدفاع غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. أندريش. باتريك تشيك. يفضل العودة بالكرة. محمد صلاح.
سوبوسلاي، سيميكاس، فيدريكو كيزا، سوبوسلاي، تشيك. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. هينكابي، كرة من جهة اليمين، سوبوزلاي، كييزا، تغيير لاعب على الأجناب. أليكسيس ماكاليستر، سيميكاس، بذكاء كبير، بخبرة كبيرة، بدون أخطاء ينجح في التحدي والتدخل الرائع. الكرة تتجاوز الخط. تحكم غير عادي بالكرة. جرافنبرش، تابسوبا، وتشتيت ناجح للكرة. سوبوسلاي، ينجحون في إيقاف الكرة ويبعدها. تابسوبا، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. كرة طولية إلى الأمام. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. سوبوزلاي، كيزا، داروين. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. تلعب للأمام. باير ليفركوزن لديه جودة كبيرة في التمرير. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. داروين يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة. فيدريكو كيزا، ليفربول أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. يفضل العودة بالكرة. فريمبونغ، كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكو صعب على الفريق. أرنولد شتت الكرة بعيدا. أندريش، شاكا، وصلت إليه. سوبوسلاي، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة. يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. أليكسيس ماكاليستر، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد. تشيك، فريمبونغ، تشيك، يحصل عليها كوناتي، فان دايك، كرة طولية إلى الأمام،
ابعاد الكرة مطلوب هنا. كيزا كرة طويلة للأمام، قراءة ممتازة من الدفاع. أليكسيس ماكاليستر، جرافنبرغ، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. عرضية من ترينت ألكساندر أرنولد، تشيك بدون مخاطرة يعود بالكرة. فيرتز يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. فان دايك، سيميكاس، كرة أمامية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ تابسوبا يفضل العودة بالكرة. وينجح في استعادة الكرة سريعا. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. محمد صلاح، كيزا، شاكا، شاكا، لمسة على اليسار، يعود بالكرة وسط الملعب. بينية جميلة، لعبة جميلة هنا، ضربة رأسية، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يلعبون ركنية قصيرة. فيرتز، جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. فرصة سانحة للتسديد. باير ليفركوزن مستعجل بعض الشيء أمام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. شاكا يسيطر على الكرة ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. فان دايك قلب الأسد يبعد الكرة بشكل رائع، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يلعب كرة للجانب الأيمن. الله ما أروع هذه اللعبة، ممتاز في التحكم. يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأن الدقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. لا يجازف، يحاول الحفاظ على الكرة حتى النهاية، يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. تابسوبا على بعد دقائق قليلة الآن من تحقيق الفوز.
أندريش، عادت الكرة، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتسام خطأ. حالة من الغضب من بعض اللاعبين من ذلك الالتحام، التدخل القوي وتشاجر اللاعبين بينهم الآن. تسديدة مباشرة، أرنولد يشتت الكرة، هل تكون هذه هي فرصة التعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. أرنولد، أليكسيس ماكاليستر، أندريتش، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. شاكا، فيرتز، تدخل جميل واعتراض أجمل. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. أندريتش يلعبها على اليمين، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يلعب كرة على اليسار. فيرتز، رمية جانبية، مهارة كبيرة في الاستلام، يلعب كرة عرضية. باير ليفركوزن يجب أن يركز في هذه الفرصة لأننا نلعب في الدقائق الأخيرة ومطالبين يبدو أن هناك خطأ والحكم يحتسبه. بطاقة صفراء مستحقة. شاكا، هينكابيه، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، لمسة إلى الهجوم، باتريك تشيك يسدد تشيك، بعيدة تماما عن المرمى. أرنولد، غرافنبرغ، فان دايك، يلعبها طولية، كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. تابسوبا، جوناثان تا، أندريش، أندريش، صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. ليفربول ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. سوبوسلاي، محمد صلاح، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، عرضية لا تمر، تخرج إلى ركنية. ليفربول يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. فاتت ومرت وصلت إليه، عرضية من ترينت ألكساندر آرنولد، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة.